السلطه بتاعتي النهارده دي سلطه الكابوريا، مش كابوريا اللي هي الفريش، كابوريا اللي هي السوريمي اللي احنا قلنا عليها، وزي ما قلنا سعرها مش غالي خالص، فاقدر اوظفها في اكلات كتير وابقى ما خربتش الميزانيه، فدي نقطه مهمه جدا في السلطه دي. عندي 200 جرام من السوريمي اهي اللي هي قدامكم. فلفل الوان، ممكن احط فلفل حامي لو انتوا حابين، او هريسه برضو، وبنجر مسلوق ومتقطع مكعبات. البنجر في الوصفه دي بيبقى روعه، بيبقى حلو جدا جدا، بس اضافه اختياريه مش اساسيه او مش رئيسيه في الوصفه، ممكن تستغنوا عنها لو انتوا ما بتحبوهوش. عندي ذره اللي هي المعلبه، خس، مايونيز، وزبادي، وشويه عصير ليمون. اللي جاي ده ممكن استخدمه فريش او مجفف. شبت وريحان وشويه زيت زيتون وبس. سلطه بسيطه جدا وسهله، ما بتاخدش وقت خالص، بس في الاخر الطعم بتاعها حلو وتجديد عن التقليدي. يعني دايما في الاكلات بتاعه السي فود بنعمل بابا غنوج، سلطه زبادي، سلطه طحينه، لكن لو عملت الوصفه دي هتبقى حلوه قوي. اقدر ازود عليها ايه وتبقى وصفه او وجبه كامله؟ شويه مكرونه مسلوقه وخلاص، تبقى عندي لطيفه جدا وسهله ويعني ماشيه مع الصيف. تعالوا كده نجيب نقرب حاجتنا. عندي المايونيز، والزبادي بالميه بتاعته، مش لازم نصفيه، وعصير الليمون، وناخد الصغننين الحلوين اللي هناك دول، الريحان، الريحة خرجت دلوقتي بتاعت الأعشاب، ملح، فلفل أسود، وشوية زيت زيتون أو زيت عادي براحتك خالص. بص على الطاجن كده، ونقلب. طب بصوا حتى لون الصوص قبل ما نكمل أي حاجة حلو ازاي، زبادي مع المايونيز مع الاعشاب المجففه بتدي طعم حلو جدا. طبعا لو ما عنديش ممكن استخدم الفريش او اجففهم في الميكرويف على طول وانا واقفه، بياخدوش 3 دقايق. ممكن احط شويه عسل ابيض كمان هتبقى لطيفه جدا. احط بقى ايه، نجيب كده المعلقه بتاعه المايونيز، فلفل الوان، والخس. الاكله بحس ان هي ايه مع الخضار والحاجات دي، بتلاقوا ان الاكله بعد ما كانت حبه صغننين هتكفي 4 أو 5 افراد، ولو ضفت كمان المكرونه هتبقى عندي تكفي 6 افراد. والبنجر، بس البنجر هينزل دلوقتي يعمل عندي لون روعه. خلاص احنا مش محتاجين الويسك، هاخد معلقه تانية بس نقلب بيها. ناخد نظره هنا، فاضل دقيقه واحده، يلا بينا. ايوه خليكي حلوه. بص البنجر نزل عندي عمل شغل حلو ازاي. سلطه مفرحه، تحس ان الالوان كده لوحدها تفتح النفس. اهو بس عشان تتغلف كلها، وبروح حاطه بقى، ايوه حاطه يعني جزء وجزء سايباه للوش اللي هو الكابوريا السوريمي. انا ايدي بتاكلني ان انا اخد شويه كزبره خضراء يعني، بس براحتكم مش عايزين تحطوها بلاش، بس انا هحط بصراحه شويه. بس طب والله بصوا اللون كمان احلو ازاي، يعني انا بعملها دايما بس ما حطيتش قبل كده كزبره خضراء، بس والله ظبطت، هديتها كمان لون حلو. هو بس ايه السهوله دي وايه الريحه الحلوه دي. بصوا الجمال، سلطه مش عايزه غير معلقه. هروح عامله ايه بقى، واخده كام كابوريايه كده حطهم عشان ابقى اللي جاي ياكل عارف ان هنا في كابوريا، هسيبه كام واحده بس للتزيين في الاخر. بس كده، وهدي
رشة كزبرة. شايفين الجمال؟ ننقلها بقى.